معي على الهاتف سيادة اللواء محمد إبراهيم السيد وزير الداخلية. مساء الخير يا فندم، أخيرا أهلا وسهلا. أهلا بيك. لو تقول لنا أولا، يعني في بعض القلق من تعذر نقل مرسي إلى المحاكمة، ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم نقله إلى جلسة اليوم؟ هو حضرتك احنا طبعا عاملين كل التعزيزات الأمنية وكل الخدمات الأمنية كانت موجودة ومعدة. الطيارة اللي هتنقله كانت متواجدة من امبارح بالليل في المكان، ولكن للأسف انت عارفة طبعا الظروف بتاعة المناخ في اسكندرية، كان في شبورة كثيفة، فالطيار بتاع الطيارة خشى ان هو يقلع بيه، وده السبب الوحيد على اساس ان احنا تم التأجيل. يعني لا توجد اسباب اخرى يا سيادة الوزير؟ لا 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 لا, لا يا فندم لا. طيب، لان النهاردة في تأجيلات، في عدد من التأجيلات، يعني في تأجيل يعني انا اقول لحضرتك، يعني بالنسبة في خبر تاني كان المراسل بتاع حضرتك قال ان المتهمين ما مثلوش في القفص، هذا غير صحيح، وكله دخل ومثل امام القاضي، وما فيش حاجة اسمها ما يمثلش في القفص. بالنسبة للمحاكمة بتاعة احمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل، دي متأجلة لبكرة، بكرة هتعقد الجلسة. بالنسبة للنصب التذكاري اللي هم متهمين بتقديم النصب التذكاري، دول حضرتك السبب ان هي بتنعقد اصلا في الاكاديمية، والاكاديمية النهاردة مشغولة فهيتم انعقادها بكرة. لكن بالنسبة للمتهمين ال 14 او المتهمين من قيادات الجماعة، هم يعني كانوا موجودين في قاعة المحكمة، لكن ما مثلوش مثلا في القفص، هم ما شافوش منهم غير عصام العريان وشخص لا يا فندم، لا 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 غير صحيح، كله مثل، كله دخل القفص. طيب، هل في يعني برضو تردد، او عصام العريان قال للصحفيين انه مرسي هو اللي رفض ان هو يجي، وهو اللي اصر ان هو يجي، واسرته كمان قالت على الجزيره منذ قليل ان هو رفض ان هو يجي المحكمه وما الى ذلك، هل هذا في اي شيء من الصحه؟ غير صحيح تماما، غير صحيح، ما فيش حاجه اسمها مش عايز دي، ده متهم ولازم يمثل امام المحكمه. السبب الوحيد الظروف المناخيه، انا ما اقدرش ان انا اجبر الطيار انه يطلع وتحصل كارثه في الطياره. لكن يعني الامن والتامين من الواضح النهارده ما كانش فيه يعني لا محاولات لشغب زي عالي ولا اي شيء، الموضوع تحت السيطره، يعني حضرتك بتاكد لنا ان كل الامر تحت السيطره، حتى مع تهديدات الاخوان بالزحف الى الاكاديميه والزحف الى ميدان التحرير والكلام ده كله. لا غير صحيح، واحنا طبعا بدايه هم حبوا يتجمعوا عند مسجد السلام، تم التعامل معاهم وظبطنا 12 منهم، وظبطنا البعض مع ازايز الملوتوف، وظبطنا عند الاكاديميه برضك خمس افراد، والامور الحمد لله تمام في القاهره. سياده الوزير، هل بالفعل اصيب الدكتور البلتاجي باغماء في المحاكمه او قبل المحاكمه؟ زوجته ادعت ذلك ايضا. لا غير صحيح، وهو يعني هو طبعا هو مش مضرب عن الطعام، هو بيرفض اخذ الجرايه بتاعه السجن، انما كان في النيابه انتقلت وكانت ثبتت كل المأكولات اللي موجوده عندهم، تعرف ان هو محبوس احتياطي فمن حقه ان هو يجيب اكل من الخارج. ماذا عن هنقلك لقضية أخرى يا سيادة الوزير، الأربعة الذين اختطفوا بالأمس من قيادات العمال وهم في طريقهم إلى مؤتمر بسينا أو بشرم الشيخ، يعني إيه الوضع؟ هل لديكم أي معلومات حول هذا الأمر؟ هناك فريق بحث مشكل، هم طبعا حضرتك هم دخلوا من طريق غلط في منطقة اسمها نخل، ما كانوش في الطريق العمومي المؤدي لشرم الشيخ. فحدثت ان هم في حد اعترضهم واستخد يعني احتجزهم وعثر على سيارتهم وفيها متعلقات. البعض بيردد ان اثار بيت المقدس اعلنت مسؤوليتها. ده احنا يمكن ما كانش موجود غير على الموقع بتاع اليوم السابع. انما الى الان احنا لم نتثبت من هذا وجاري البحث، انما اعتقد يعني ان يعني هو في غموض، لان مين يعرف ان هم مسافرين في هذا التوقيت في هذه السياره، يعني في غموض، وفريق البحث هيكشف الغموض ده. هل عند حضرتك شك، او فريق البحث عنده شك ان هم ربما يكون اختطاف جنائي وليس ممكن سياسي؟ لا ممكن ممكن.
طب في ممكن. والمنطقة دي كانت شهدت يعني من فترة حادثة مماثلة ورجع المختطف. لكن لسه ما عندناش أي اتصالات بيهم أو حتى بالمختطفين يطلبوا فدية، يطلبوا أي شيء. لا إلى الآن ما فيش، إنما يعني في فريق بحث على أعلى مستوى مشترك فيه الأمن العام والأمن الوطني، وبإذن الله هيتم الكشف عن تواجدهم، أو بإذن الله. هل القوات المسلحة، لأن دي في منطقة يعني تقريبا حدود مشتركة بقى مع سيناء، هل القوات المسلحة مشتركة في هذا التمشيط أو في البحث؟ طبعا طبعا، المخابرات الحربية معانا والقوات المسلحة والأمن الوطني والأمن العام، وبإذن الله قريب جدا هنكشف عن القصة. طيب آخر سؤال بقى يا فندم، استعداداتنا إيه للاستفتاء؟ عايزين نطمن كل المصريين الذين يعني ينوون الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ما يعني أنا بقول لحضرتك وبطمن الناس كلها، كله ينزل ويروح الاستفتاء. أي محاولة شغب هتواجه بقوة شديدة لا من عناصر الاخوان لاثاره الشغب في هذا اليوم. اي محاوله شغب ستواجه بقوه شديده، وكل اللجان مؤمنه وكل الناس تنزل بشكل طبيعي، لان ده بيبقى احتفال يا سياده الوزير. لا طبعا كله ينزل، وانا نفسي هروح اصوت في ان شاء الله باذن الله. اشكرك سيد وزير الداخليه سياده اللواء محمد ابراهيم على هذه المداخله. اذا السبب الوحيد طبقا للسيد وزير الداخليه لعدم نقل مرسي العياط من سجن برج العرب هو الشبوره المائيه، وهذا ما قاله السيد وزير الداخليه، وده طبقا لتقديرات طيار الطائره التي تقل مرسي العياط، وله لا يوجد هناك سبب اخر. اكد لنا ايضا مثول كل المتهمين داخل القفص، مفيش حاجة اسمها متهم ما يمثلش. أكد لنا أيضا أنه محاكمة دوما مستأنف عابدين دوما وعادل وماهر أجلت للغد، وأكد لنا أيضا أنه الثلاثة الذين لم يمثلوا أو الثلاثة الذين قضية النصب التذكاري يعني كانت الأكاديمية مشغولة وبالتالي ستؤجل لأجل آخر. دي كل الأسباب طبقا للسيد وزير الداخلية، وقال أنه لم يحدث أي إغماء للدكتور البلتاجي، وأن مرسي لم يمتنع، ما عندناش حاجة اسمها متهم يمتنع عن الحضور. كذب ما قالته أسرة المتهم، وأيضا ما قاله عصام العريان للصحفيين. وعصام العريان يعرف مين؟ لا شاف مرسي ولا هو معاه في السجن. و أكد لنا أيضا تأمين الاستفتاء بشكل جيد، وشجع كل المصريين على النزول بأمان لكل أماكن الاستفتاء وكل الدوائر.